بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا يا جماعة، أنا مش عارف أبتدي الكلام إزاي، ولكن في سؤال بيقرقني: إزاي نقيم شريعة ربنا؟ هتيجي إزاي دي؟ إزاي نقيم دين ربنا في مصر؟ هتيجي إزاي؟ عشان يعني تتوجد إزاي؟ انتخابات يا جماعة مش هتنفع، وشفت انت حصل ايه مع الاخوان. عارف مش هتنفع ليه؟ لان اللي في ايديهم السلطة مش عايزين دين. اللي في ايديهم السلطة مش عايزين دين. اللي بيقول عليهم الدولة العميقة جهات سيادية في البلد مش عايزين دين. فهتيجي تقول صناديق وانتخاب وننتخب واحد اسلامي، برضو مش هينفع. مش هتنفع الحكايه دي. امال ايه اللي هينفع؟ اللي هينفع واحد زي سيدنا يوسف عليه الصلاه والسلام. بص، سيدنا يوسف عليه الصلاه والسلام لما جه ومسك منصب في مصر، الملك قال له ايه؟ قال له: انك اليوم لدينا مكين أمين. قال له إيه؟ إنك اليوم لدينا مكين أمين. يعني إيه؟ يعني إيه معنى التمكين؟ التمكين إنك أنت تبقى حر التصرف، مفيش حد هيلغي قرار أنت بتاخده. تاني، الملك قال لنبي الله يوسف: إنك اليوم لدينا مكين أمين، احنا مستأمنينك على كل حاجة في البلد، وأنت ممكن. يعني إيه ممكن؟ يعني قراراتك اللي هتاخدها هتتنفذ. ده يديك حاجتين. إيه هما؟ واحد، مفيش قرارات أعلى من قرارات نبي الله يوسف. نمرة اتنين، كل القوى التنفيذية تحت أمرك، مفيش حد هيقدر يخالفك. أدي معنى مكين أمين. يبقى لازم اللي هيجي يخش في الانتخابات لازم يضمن لنفسه الحاجتين دول بإذن الله. وإلا لو دخل الانتخابات في الوقت ده واحد إسلامي وتحت النظم دي، هيتعمل فيه زي ما اتعمل في مرس. لو والله لو الشعب كله أيده، لأن هم معاهم القوة بإذن الله، ومعاهم التحكم، بيتحكموا في مقدرات الدولة ومقدرات الشعب وآراء الشعب واختيارات الشعب وكل حاجة، كل حاجة بإذن الله تحت إيديهم. فلما يبقى في النوعين دول، هيبقى ممكن وهيبقى معاه ظهير قوي وهيبقى معاه شوكة، في الحالة دي خش واطلع، وبإذن الله ربنا هيمكنك وتحكم كتاب الله. طيب، الراجل اللي هيجي عشان يحكم كتاب الله لابد فيه من شرطين، كما قال الله تعالى عن نبي الله يوسف، قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. خد بالك، امين، هو قال له انت ممكن، يعني انك لدينا اليوم مكين امين، انت ممكن. هنا هو قال له: اني حفيظ عليم، انا عندي علم ازاي اقدر اظبط لك المساله الاقتصاديه بتاعت مصر، وفي نفس الوقت انا حفيظ. يعني ايه حفيظ دي بقى؟ يعني بحافظ على كل شيء وما بنساش شيء، واهم حاجه هحافظ عليها في مصر دين الشعب. أهم حاجة هحافظ عليها في مصر دين الشعب، فأنا حفيظ على دينهم، حفيظ على ثرواتهم، حفيظ على أعراضهم، حفيظ على حرياتهم، حفيظ على تعليمهم، حفيظ على صحتهم، حفيظ على كل شيء، هخلي بالي منهم كويس قوي، ومفيش حد بإذن الله هيظلم عندي. علشان يبقى فيه حد
يقدر يخش الانتخابات. لابد من الشرطين دول يا جماعة، غير كده هيقع زي ما حصل في مرسي والإخوان. محدش لازم يبقى هو بإذن الله ممكن، مفيش قرار هيتاخد فوق قراره، مفيش حد أعلى منه، قرار اللي هياخده مش هيتلغي. نمرة اتنين، كل السلطة التنفيذية والقضائية والتشريعية معاه بإذن الله. نمرة تلاتة، الظهير الشعبي، إنك اليوم لدينا مكين أمين. وارجع لمعاني التمكين في اللغة، زي ما ربنا قال عن ذي القرنين، إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. شوف معنى التمكين يعني إيه. وخلي بالك إن قصة سيدنا يوسف مهمة جدا إنك أنت تفهمها لو أنت عاوز حاكم مسلم. في الوقت الحالي يا جماعة مش هينفع يجي حاكم مسلم. طب المطلوب إيه؟ المطلوب بقى يا عم الحاج، اوعى تكون لبنة تعين حد في نظام انتخابي، اوعى تكون لبنة تعين حزب من الأحزاب، اوعى تكون لبنة تعين مؤسسة طاغوتية من مؤسسة الطواغيت، اوعى تكون لبنة تعين أي نظام ديمقراطي. لازم تفهم ده، لازم تفهمه كويس، اوعى تكون لبنة في هذا. طب المطلوب ايه بقى؟ المطلوب ان انا ادعو الناس وافهمهم ووعيهم بهذه الاشياء، اوعيهم بحقوقهم المالية اولا طبعا، يعني لازم تفهمهم ازاي يكفروا بالطاغوت، ده مهم، ده هو ده الاساس. تفهمهم الصلاة واحكامها والزكاة والصدقات، ده مهم. وفي نفس الوقت اللي مش هينفك عن هذه الاشياء حقوقهم المادية، ازاي الاسلام ضمنها باذن الله. العدالة الاجتماعية هتبقى عاملة ازاي في النظام الاسلامي، التوزيع بتاع الثروات والعدالة في توزيع الثروات ازاي هيبقى نظامه، وازاي هيبقى عامل ازاي في النظام الاسلامي. الصحة والتعليم هيبقوا عاملين ازاي في النظام الاسلامي. الموازنة العامة للدولة هتبقى عاملة ازاي في النظام الاسلامي. الضرائب والجمارك هتبقى عاملة ازاي في النظام الاسلامي. لازم انت تفهم ده علشان تفهموا الناس. هي دي الدعوة، هو ده الدين كله على بعضه. مش بنقول اياك نعبد، يعني ايه اياك نعبد؟ ان انا اصلي واصوم وتصدق؟ غلط، ده جزء من اياك نعبد. انما اياك نعبد تشمل اخضاع النظام العام في الدولة لله، واخضاع الروح والقلب لله عز وجل. زي ما ببني شخص ببني دولة، زي ما ببني شخص ببني مؤسسة. هو ده المطلوب منك دلوقتي، انك انت توعي الناس، تفهم الناس، تعلم الناس. مش تعلمهم بقى الجبن وتعلمهم الصلاة والصوم وخلاص، هو كده بقى عابد وخلاص كده والدنيا انتهت على كده. غلط. سيبك من سياسات الشيوخ اللي كانت موجودة، سيبك من سياسات أدعياء السلفية، خليك في الدين الصح اللي هو هيشمل بناء الشخصية وبناء الدولة. لازم تفهم ازاي الدولة بتبنى في الإسلام علشان تدعي الناس. غير كده حبيب قلبي انت كده ما بتدعيش للإسلام، انت كده بتدعي لإسلام، اقول لك ايه، مش يعني إسلام اللي على مزاجك انت، ده مش هو ده الإسلام بتاع رب العالمين. إسلام رب العالمين شامل، الإسلام بتاعك انت عبارة عن عبادات ذاتية وتكتفي بده، وانا كده برضي ربنا وهقابل ربنا على كده. غلط. الا ما كانش ربنا سبحانه وتعالى قال لك من رأى منكم مكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. السلام عليكم.